في البداية ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ومنتظرين توقعاتكم عن نتيجة المباراة في التعليقات أسفل الفيديو. ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي بط. دلوقتي ده فاصل ونواصل. السعودية والكويت ودول الخليج وتلقى المباراة الأهلي عبر قناة بي إن سبورتس 4. متابعينا الكرام، نحن في انتظار توقعاتكم، وما تنسوش تدعمونا بلايك الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتأهل الأهلي المصري. الأهلي صمد خلال الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، واستطاع الحفاظ على الفوز الكامل. وحصل مروان عطية علي جائزة من أوفذ ماتش بسبب تألقه في حماية شباك الأهلي من عدة أهداف محققة من كانتي وبنزيما وتصديه لركلها الجزاء. الأهلي فرض سيطرته على المباراة وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 5-4. حسين الشحات وضع كرة مقوسة خدعت المعيوف لفصل عزز إمام عاشور بهدف ثالث رائع، أكد عليه تقنية الفار حاول الاتحاد تقليص الفارق في الشوط الثاني، وسجل هدفا في الدقيقة 8-4 عن طريق بنزيما عدي تستيدي في براس الحجاز انقذها على الشناوي فارة تيدي امامها اسكنها على الشباب. كتفك كتفك ومعك في اي مكان، بس التادينا تلاقي الكون مليان، انت الامل وانت الكيان. ومن لم اقرر ان تقام مباراة الاهلي بط. كبيراً فين مطروح؟ لو اخر الدنيا وراك نفديك بالروح، عشقك في قلبي داوي اي جروح، اهتف باسمك مهما كان. ثورة وريد زال يبني بطاقتي للتأهل للثاني بالفوز بهدف نظيف على نظيرها كلوبي ليون المكسيكي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة. في البداية ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ومنتظرين توقعاتكم عن نتيجة المباراة في التعليقات أسفل الفيديو.